بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نرحب بكم أيها الأحبة في الله في هذه الليلة المباركة. ليلتنا هذه هي الليلة التاسعة من ليالي ملتقى رياض الجنة، وهي الليلة السابعة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك، في ليلة متميزة من ليالي ملتقى رياض الجنة نلقاكم، وتحت عنوان مميز يعقد هذا اللقاء. عنوان محاضرة الليلة لفت انتباه الجميع وأخذ الكل يتساءل: توبة ساحر، من يا ترى هذا الساحر؟ وكيف كانت قصة توبته؟ وكم هي السنوات التي قضاها وهو يمارس السحر؟ وكم عدد الذين سحرهم؟ وما هو الأمر الذي أثر فيه فجعله يتوب؟ وعن ماذا يا ترى سيدور الحوار في هذه الليلة؟ أسئلة كثيرة دارت في خلدي ودارت في خلد الجمهور، والذي زاد الجمهور شوقا أن محاضر هذه الليلة لا يتكلم عن قصة توبة ساحر قد سمعها أو وقف عليها بنفسه، وإنما سيأتي ومعه الساحر التائب. والمحاضر صاحب أسلوب رائع وكلمات رقراقة وصاحب صوت يخترق القلوب تلمس الإخلاص في كلماته، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. كل هذه العوامل هي التي حشدت هذا الجمع الكبير في هذه الليلة. وحتى لا أطيل أو أقتطع شيئا من وقت المحاضرة، أترككم مع الشيخ الحبيب القريب إلى قلوبكم الدكتور عبد المحسن الأحمد ليحدثكم عن توبة ساحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعتنا كلنا ولا طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق، أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال: فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. اليوم بإذن الله تكشف الأسرار، اليوم بإذن الله ينقشع الغبار، اليوم بإذن الله تكشف عن الحقائق ويكشف الخمار. الناس حينما يسمعون عن ساحر تبدأ القلوب ترجف والعرق يتصدق، لو تقول له هذا بيت ساحر خاف، قد يعلم أني مريت، قد يفعل. لو تقول له انتبه، هناك رجل يتفكر أن يسحرك تجده ما ينام الليل وينتفض. وهناك أخت لنا مسكينة ظنت أن هذا الساحر يعلم الغيب، حينما دخلت قال: أنت فلانة؟ قالت: تعرفني؟ قال: كيف ما أعرفك، أليس زوجك بينك وبينه مشاكل؟ تقول: سبحان الله، ويبدأ قلبها ينتفض. اليوم بإذن الله ستكشف الحقائق حينما ننظر ما هو السر الذي زعزع قلوبنا، ما هو الخطب الذي جعل أكثرنا لا ينام إلا على حبوب مهدئة، وجعلت العيادات الاستشارية النفسية قد امتلأت بالمواعيد. بإذن الله وبتوفيق الله، وإن أعان الله هذا المسكين ووفقه، فوالله ستخرجون بإذن الله من هذا اللقاء بقلوب مختلفة، بنظرة للدنيا مختلفة، لا تخافون إلا الله جل جلاله. وهل هناك أقوام كذا حالهم؟ نعم، في أحلك الظروف وفي أسوأ المخاطر تكون أنت في أهدأ وأطمن حال وأهدأ بال
تعال معي وانظر قبل أن أقدم لكم أخي وقبل أن يخترق هذه الصفوف ويقدم على هذه المنصة، سأخبرك خبرا وأخبرك أخي خبرا بإذن الواحد الأحد، أن لا ترين هم بعد اليوم ولا ترين غما بعد اليوم، لأن الله أصدق القائلين يقول: ما أنزلنا، الله أكبر، ما أنزلنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أجل يا رب أنزلته لمن؟ أجل أنزلته لما يا رب؟ حتى تسعد في حياتك كلها، حتى إذا قال لك الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الرسالة خوف، الرسالة فاخشوهم. قال الله عز وجل: يريد القرآن أن يخرجك بهذه النفسية. إذا اجتمع الناس وقالوا لك فلانة تريد ضررك، وقالوا لك فلان والله والله الآن سيخسرك أو سيفعل أو سيفعل، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إيش الرسالة؟ لما تخبرون عن جمع الناس؟ فاخشوهم. يبغاك تخاف. يتكلم الله عن من تخرج ناجح بهذا القرآن يقول: انظر نفسياتهم، يخوفون وانتبهوا، فزادهم إيمانا. سبحان الله، بدل ما يزيدهم خوف يزيدهم إيمانا. ما الذي زود إيمانهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا، الله أكبر. قبل أن أكمل الآية سأقول لك مثال. لو واحد يهددك بسكين من هناك ويقول سأقتلك وسأفعل، وأنت معك هنا عشرة كلهم معهم رشاشات، تخاف؟ وذاك يهددك تخاف؟ بسكين هناك يقول سوف أهددك وأقتلك، وهنا معك أناس معهم رشاشات بطلقة واحدة يردوه قتيلا، هل تخاف؟ قل لي عن قلبك. إذا كان هؤلاء معهم رشاشات بشر ومساكين تقول: لا، معي ناس. في أناس يقول الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. الذي هو قادر أن يزلزل الدنيا في لمح البصر، الذي أغرق فرعون وأهلك قارون، والذي فعل ما فعل وعلمنا حتى نتوكل عليه سبحانه. يقول: نعم، الذي طمأن قلوبهم، هم عندهم حق وعندهم وجهة نظر وعندهم مبدأ. قالوا حسبنا الله. البشر كلهم لا يقدمون ولا يؤخرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. أليس هو نعم الوكيل؟ أصحاب هذه النفسية، انظر ماذا قال الله، ماذا يحصل لهم؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش النتيجة؟ فانقلبوا بعد المخاطر والتهديدات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. تقدر تسويها بعد اليوم؟ تقدر بإذن الله. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. علاقته مع أقوى قوي سبحانه، مع أعظم عظيم جل في علا، فليش يخاف؟ واتبعوا رضوان الله. إذا صلى ما يوشوش عقله إيش بيسوون، ممكن ينتظرونك، ممكن يؤذونك. اتبعوا رضوان الله، أنا أعبد رب العالمين، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا ربي علمنا الربك اللي نحس فيها هذه من وين؟ إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الرسالة لنا يا رب: فلا تخافوهم، الله أكبر، فلا تخافوهم وخافون، متى؟ إن كنتم مؤمنين. ليس إيمان
إيمان بالكلام ولكن إيمان بالقلب. أتى رجل ليشتري ويبيع لا يعلم ما الذي يحصل في هذه القرية، إذ بذاك الملك معه حجابه جاء في الطريق والناس والحجاب يصيحون في الخلق أبعدوا الطريق. هذا الرجل لم يكن منتبه فالتفت، وإذ بالرجل من الحجاب يقول له ابتعد عن الطريق وإلا قتلتك، ويخرج سيفه. إذ بالملك يقول لا دعه، فأخذ يضحك الرجل فقال الملك ما يضحكك؟ قال سبحان الله، ضحكت منك أنت ومن حاجبك هذا، هو يريد أن يقدم أجلي وأنت تريد أن تؤجل أجلي، والأمر ليس عندك ولا عنده، الأمر عند رب العالمين. شوف النفسية كيف يقول هذا، يقول الحين بقتلك، والثاني يقول لا خلها شوي، والأمر. فإذا جاء أجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. شوف الاطمئنان، عارف أن يوم لن يتقدم ولن يتأخر. تعال وانظر إلى الظروف اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى في القرآن، انظر كيف وصف لك الأشخاص وانظر كيف وصف لك الظروف التي حولهم. حينما تقرر دولة من الدول أن تهلك رجل، دولة تقرر أن تهلك رجل، يقول لك الله عز وجل نعم كان القرار أن يهلك هذا الرجل. وما كان جواب قومي إلا، القرار الدولة أصدرت حكم في رجل. وما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه. قرار صعب، تخيل القرار وقع عليك أو على ابنك أو على أخوك، اقتلوه، دولة قالت نقتل ولدك، كيف يصير قلبك؟ اقتلوه أو إيش الخيار الثاني؟ أو سامحوه؟ لا، أو حرقوه. ويؤتى بالرجل، الرجل قلبه ما تعلق إلا بالله عز وجل، هو متبع رضوان الله، وانظر ماذا فعل. وإذا فعلت مثل هالتصرفات ومشيت على هذا النسق ستفاجأ أن في النهاية ظروف تحصل ثم تنجو أنت، ظروف تحصل وتسوء الأحوال وأنت تنجو. تعال وانظر، أخذ الرجل، الرجل يعلم أن الأمر ليس عند هذا ولا عند هذا ولا عند الملوك ولا عند، يعلم أن الرجل عند الله سبحانه، أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى. فاقتادوه وخلعوا ملابسه ثم وضعوه على المجنيق ثم قذفوا وهو في النار، في حال والله ما عشناها نحن في أحسن أحوالنا، حال مطمئن، لأنه يعلم أن الأمر كله لله وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده. صح البشر لما جيت تقول أخدمني قال لو جيتني بدري لو جيتني قبل لو لو لو، الله ما يقول لو، إن الله بالغ أمره سبحانه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، بديع السماوات والأرض وإذا قضى بس يتكلم من السماوات وتقضى الأمور في السماء أو في الأرض، فإنما يقول له كن، الله أكبر، فيكون، فاء الفورية، فيكون مباشرة. وإذ بهم يقذفون الرجل، المفاجأة ليست في قذف الرجل، المفاجأة في من جاء في نصف الحادثة والرجل يهوي في النار قبل أن يصلها، نار تلتقط الطير من السماء وهو في الطريق، يأتيه جبريل له 600 جناح كما جاء في البخاري، بطرف جناح يجتث، يعني ما أرسل لها الله واحد قال أساعدك، لا، أرسل له أقوى ملك دي قوة عند ذي العرش مكين، قال اذهب واعرض على إبراهيم، قل له تبغى مساعدة؟ يعلم الله قلب إبراهيم، بطرف جناح يجتث 4 قرى لقوم لوط بمساكنها، ايش المخلوق هذا الذي يحفر الارض بجناحه ثم يجتث القرى والمزارع والمساكن والجبال على طرف جناح؟ فجعلنا عليها سافلها. فيقول يا ابراهيم، الان ابراهيم يراه، يقول الك من حاجه تريد ان اخسف بهم الارض بطرف جناح؟ ابراهيم ما تعلق قلبه الا بواحد، لن تقنعه باي احد، ما تعلق قلبه إلا بواحد، هذه اللغة لا يعلمها إلا من ذاقها، ولا كنا نسمعها في القرآن، ما تعلق قلبه. طيب المسألة تواني الآن، يعني المسألة ما فيها تفكير بأشوف، وهذا جاء يقول لك أنا بعي يعرض عليك، قال منك فلا،
ولكن من الله فنعم، حسبي الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. أنت يا جبريل إذا أردت أن تساعدني ستستعين بالله، لكن الله ما يستعين بأحد. أنت إذا أردت أن تساعدني لابد أن تأخذ إذن من الله عز وجل، الله لا يأخذ إذن من أحد. أنت الذي خلقك هو الله، فأنا أعرف الذي خلقك، حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا طيب الناس بس جبريل أسرع.